نقف اليوم مع شباب محافظة نينوى في مهرجان السلام العالمي الذي نظمه الشباب بدعم من مديرية بلدية الموصل لإرسال رسالة أن مدينة الموصل تم طرد عصابات داعش منها، أن مدينة الموصل هي مدينة الحب والسلام، هي مدينة الإعمار. سنبقى داعمين لشباب محافظة نينوى حتى نعيد إعمارها ونعيد بنيانها وتكون حاضرة لكل محافظات العراق الحبيب. رئيس المهندسين أقدم استرحب ومدير بلدية الموصل.